قواعد الاستعمال الآمن للتكنولوجيا. اختيار كلمة سر قوية تحتوي على حروف وأرقام ورموز. عدم فتح الرسائل أو تحميل ملفات أرسلت إليكم من أشخاص غرباء. عدم الكشف عن كلمة سر لأي شخص أو تصريح عن أي معلومات مثل الاسم، رقم الهاتف، العنوان أو حتى اسم المدرسة. يجب عدم استخدام الانترنت فقط للعب، بل ايضا في الامور المتعلقة بالمدرسة والواجبات المدرسية. الا نمضي وقتا طويلا امام الشاشة الحاسوب لانه يتعب نظرنا وجسدنا. هنالك وقت محدد لاستخدام الانترنت. لا تنقر على مواقع الويب او الصور والمقاطع الفيديو الغير ضرورية والتي تبدو مريبة وغير اخلاقية. ضرورة إبلاغ الأهل في حال حدوث أمر مريب أو مشبوه حدث عند استخدام الإنترنت قد يثير الرعب ويهدد السلامة. التأكد من الخروج من الحساب الشخصي قبل إغلاق الموقع الإلكتروني. لدي شعار صغير: انقر بذكاء، انقر بأمان. كانت معكم الطالبة عالية محمد سلطان من صف 5 فرق 2 من لجنة أنسة الرقمية ومن مدرسة المحرق الابتدائية للبنات. إلى اللقاء.